اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. النهاردة الفتة، ولكن الفتة على أصولها، لا لحمة ضاني ولا لحمة راس ولا كوارع ولا عكاوي. النهاردة معانا فتة الدجاج بالزبادي والطحينة. أكيد هي فيها شوية هلسي شوية صحية، ولكن بقدر الإمكان عايزين العيش اللي هو عصب الفتة ايا كان نوع الفته لازم يكون له طعم وله تيست. احنا معانا العيش ومعانا الفراخ ومعانا الزبادي والطحينه. معانا سلطه بطاطس النهارده غنيه بالنشويات والكربوهيدرات بطريقه جديده النهارده، وحقوق الطبع لدينا وبس. ازاي نعمل سلطه البطاطس بفليفر وتركايه خاصه جدا النهارده بترضي الصغير قبل الكبير. اما الحلو النهارده اشوفك في المشمش. المشمش من الفواكه اللي ما بتقعدش فتره طويله في السوق قدام الفكهاني، يعني عينينا تبص لها النهارده بعد الفكهاني النهارده تاني اسبوع ما نلاقوش. المشمش البلدي معايا النهارده هعمله النهارده البسطيله، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ولكن لها طريقه ببشره الليمون مع العجينه. اكيد في تركايه بسيطه وسهله، وامتى تكون العجينه هشه ولطيفه وجميله. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده وفيها شغل كتير للامانه، مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومة غير معلومة، تفاصيل صغيرة ولكن الطعم كبير والشكل جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل فتة الشاورما بالزبادي والطحينة. بنروح على بعض المطاعم، على بعض الكافيهات، بالله من الاطباق المميزة في بعض المطاعم، وبيختلف كل مطعم وكل بيت في تقديمها. البعض بيطبخ الطحينة على النار، البعض بيعملها باللبن الرايب، البعض بيعملها بالزبادي وبس، البعض بيعملها بالفراخ مشوية بشاورمة الفراخ. تعالوا نعمل التفاصيل النهاردة ونشوف تفاصيل عمل فتة الشاورما بالزبادي. معايا زبادي ومعايا طحينة ومعانا توم، عصير ليمون، زيت زيتون، صدور فراخ. ممكن تتعامل بأي نوع من الفراخ، صدور أو وراك، لا يفضل طبعا صدور الفراخ. وما تنسوش طبعا التوابل بتاعتنا والبهارات، والعيش المحمص ده أساسي لعمل الفتة. والمقادير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. آدي الفراخ، آدي العيش المحمص المرمش الجميل الحلو، اللهم صل على النبي. لازم طبعا يفضل إنك انت تحمصيه في الفرن، أفضل بكتير من إنك تقليه في الزيت. عايزة تقليه في الزيت بيبقى طعمه حلو. هتسألي الشيف المغازي بتحب ايه؟ بحب العيش بتاع الفتة يتحمر في الزيت للأمانة، بيبقى واخد طعم حلو كده القرمشة، بس ما يشربش زيت ازاي، لازم ينزل في الزيت وهو غزير ويكون زيت سخن. ومعانا صدور الفراخ والتوابل، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بتفاصيلها واحنا شغالين مع بعض. والأسئلة بتاعتنا على الشاشة وتليفوناتنا على الشاشة، بنجاوب على حضراتكم على كل سؤال حابين عليه. ادي صدور الفراخ بالشكل ده كده، تقطع الاول شرايح كانك بتعمليها بكاتا او بتعمليها بانيه بالشكل ده كده. ادي الصدور، وناخد ده كمان، اللهم صل على النبي. ده صدر ديك رومي ده ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. نفس القصه. وبعدين فتت الشاورما من الحاجات اللي ممكن يعني يتغير الطعم فيها كل مره. والله مره نحط على الزبادي دبس رمان، والله مرة نحط على الزبادي عصير ليمون مع زيت زيتون، مرة نحط مع الزبادي نعناع ناشف اللي هو النعناع اليابس، مرة نحط على الزبادي زعتر، وهكذا. فرصة وطبعا المساحة مفتوحة في ان احنا ايه نغير الطعم. بعد ما قطعنا الفراخ بالشكل ده يا عم الشيف، تعالوا بقى نقطعها ايه شرايح بسكينة اكبر شوية. حلو الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم. سكينتك تكون حامية رفيعة كده. تتبيله الشاورما زي اي شاورما ممكن تتبليها، زبادي، خل، عصير ليمون، ثوم، البهارات بتاعتنا حبهان، فلفل اسود. الله، التقطيعه دي مهمه جدا، ناخدها بعد ما تقطع كده نخليها هنا كمان شويه مع بعض. معانا طاسه بتسخن على النار شديده الحراره، خلي بالك السكينه لما تكون حاميه في ايدك ما بتخليش الفراخ تتهري معاكي، لان انسجه الفراخ بالتاكيد غير انسجه اللحمه، ما بتستعملش السكينه البارده. نفس الطريقه،
وانت بتشتري صدور الفراخ لها لون، اللون اللي ظاهر على الشاشه قدام حضراتكم كده، لقيتها بيضه زياده عن اللزوم، تبقى الفراخ دي مش طازه. علشان برضو اللي بيجيب صدور الفراخ ويروح البيت يلاقي فيها مثلا ريحه لا مش لطيفه، صدور الفراخ يبقى لونها بالشكل ده كده. قطعنا الفراخ، تعالوا نتبلها مع بعض بسرعه كده واحنا شغالين. خلي بالك تتبيله الفراخ دي هي نفس تتبيله الشاورما. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه ثوم، وكتر من الثوم مفيش اي مشكله، معلقه فلفله حلوه. بس انا خلي بالك هاخد من الشوربه دي للعيش، فعشان كده يا عم الشيف. حلو، الله، شويه زبادي ما تكتريش. معانا دبس الرمان، معلقه، الله اكبر. دبس الرمان ده يا اخوانا انا بحبه جدا، بينقل الاكله في مكان تاني وطعم تاني. هي دي التفاصيل الصغيره اللي انا بتكلم عليها. حلو، معانا بصلايه ناعمه مفرومه، معانا البهارات بتاعتنا بقى، ملح وفلفل، بابريكا، والله بتحب السبايسي حط شويه شطه مفيش اي مشكله، ادي الفلفل الاسود، الملح معانا، اللهم صل على النبي، شويه بابريكا حلوين. ممكن على فكره تتبليها من بالليل وتخليها شويه كزبره في قلب التلاجه من غير ما تسويها يعني، يفضل. زيت زيتون، ونمسك كل ده مع بعضه نخليه ينسجم كله. زيت زيتون، عصير ليمون يا عم الشيف، وكده شكرا. اقول تاني تتبيله الفراخ ازاي، اللي بيسالوا على السوشيال ميديا تتبيله الشاورما تتعمل ازاي، مع بعض خطوه خطوه. قطعنا الفراخ، ممكن ما تعملهاش بصدور فراخ، تجيب فراخ سليمه تسحبيها، اللي هو الدجاج المسحب. اخواننا الشوام واللبنانيين والسوريين اسمه دجاج مسحب، بنجيب الفرخه نسحبها او نخليها، وبعد كده بنتبلها. بنتبلها بالزبادي، عصير الليمون، زيت زيتون، فلفله حلوه ما تكتريش كتير، بس بتدي تيست حلو او طعم حلو، انا بحبها دايما في الاكل الشرقي. دبس الرمان، ملح وفلفل، بابريكا، هيل ناعم، الهيل هو اساس الشاورما، الهيل اساس الشاورما مع التوم. الفراخ تبلتها بالشكل ده كده. اللي انا هعمله دلوقتي غلط، ما تعملهوش يا شيف المغاز الجراه بتاعتك. فراخ زي دي حلوه كده وشاورما زي دي كده، استاذنك تتبليها من الصبح على الساعه 2 3 كده وقت الغداء، تبداي تشويها، هتبقى احسن من بتاعتي. عملتها من بالليل وحطيتها في الثلاجه، تبقى انت كمان جودتي وبقيت احسن من بتاعتي. انما انا هشويها دلوقتي ده غلط، عشان نبقى واضحين مع بعض. ولكن مضطرين طبعا عشان وقت البرنامج بتاعنا، تبقى الطاسه سخنه بالشكل ده كده، ونحط الفراخ هنا اهو، تاخد الصدمه الناريه واحنا مع بعض. معلقه زيت زيتون، هنحطها في الطاسه ونسيبها تستوي، لان احنا معانا شغل كتير لسه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، كلها تتحط مع بعضيها. هو ده هو ده هو ده اللحظات الحرجه. هو ده هو ده. ننزل بكل ده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ونسيبها تستوي يا عم الشيف. اهدى عليها خالص، خليها تاخد وقتها، وهنغطيها واحنا مع بعض كده. ليه بتغطيها يا شيف؟ عشان نعمل عمليه احتباس للسوائل والتتبيله، تقوم تخش جوه الانسجه بتاعه الفراخ. زي الفل، تمام، خلصنا القصه دي على الفراخ بتاعتنا ما تستوي، لان في ايه الصوره الحلوه دي، ايه الصوره المبهجه ديت. الله، اشيل الغطا والله حقيقه. ايوه خلينا اشيل الغطا احسن شويه عشان الصوره عجباني قوي، حلوه قوي. عايز اقول حاجه مهمه جدا، وانت شغاله في المطبخ في تفاصيل تانية بقى. عندنا سلطه البطاطس، وعندنا طبعا الباستا فلورا، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ فانا عايزها طبعا، عشان انا مش ناقعها من بالليل ولا متبلها من بالليل، فانا عايزها تغلي شويه في قلب الصلصه، واستفيد بالصلصه دي يا عم الشيف في تشريبه العيش بتاع الفته. شفت التركايه الجميله الحلوه دي كده؟ خليها عايمه في الصلصه دي شويه كده، وبعدين اخدها احمصها يعني اشويها، وبعدين استفيد بالصلصه بتاعه الشاورما في تتبيله العيش وتشريبه العيش بتاع الفت. هي دي التركايه. هتسيبها كده في النار، وتعالوا شوفوا البطاطس اخبارها ايه.
ده الفن الطهو الحديث، ان انا بنفس الطعم ونفس الفليفر ونفس التتبيله البطاطس دي هتستوي بالشكل ده كده، هاخدها اسيبها لما تبرد، وبعد ما تبرد احط لها المايونيز ماشي، احط لها الزعتر ماشي، احط لها الكاتشب ماشي، زي ما انا عايز، عصير ليمون، زيت زيتون، تبليها وجودها زي ما انت عايز. ولكن التكنيك ده فن طهوي سليم 100%. نيجي للشاورما بتاعتنا الجميله، اخبارها ايه؟ بص عليها، سامعين الصوت ده؟ الصوت اللي يوجع القلب ده، فراخ في قلب الصلصه تستوي، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ زي ما هي كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي يا عم الشيف، هنجيب الصينيه دي هندخلها الفرن عشان ما تضحكش علينا وتقولي دي فتت شاورما، دي فراخ مسلوقه. الفلاسفه دلوقتي هيقول لك دي ايه؟ فراخ مسلوقه. نقوم نعمل ايه يا عم الشيف؟ هنشوف نعمل ايه مع بعض دلوقتي. النظافه اول باول دي اهم حاجه. هنجيب صينيه زي دي كده، اللهم صل على النبي، ونحطها هنا كده. ايه الاخبار؟ وناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما هي، ونصفها هنا كده. الله، انا عايز شويه الصلصه دي، عايز البهريز ده، هو ده عدل الفته. وعندنا الفرن درجه حرارته 180. قبل ما نخش بالباستا فلورا اللي هنعملها، واسيب دولت يتحمروا في قلب الفرن يا عم الشيف. كفايه طب، وناخد دي كده نخليها على جنب. يلا مع بعض، اخبار الفرن ايه؟ درجه حرارته كام؟ 180. دي تتحط على الشبكه من فوق. ليه على الشبكه؟ علشان طبعا تتحمر معايا زيها زي الشاورما اللي بنشوفها في محلات الشاورما. نرفع الشبكه دي كده، هي على فكره مستويه، بس انا عايزها تاخد الشماخه بتاعه تسويه الشاورما زي ما هي كده. ادي الشاورما بتاعتي في الفرن، شوف مكانها فين مخرجنا الجميل. خلي بالك هي مش هتبان كده، بينها هطلعها كده اهي على الشبكه بتاعه الفرن. هي ده مكانها على فكره. ليه يا عم الشيف؟ عشان هي خلاص مستويه جاهزه، انا عايزه تاخد الشماخه بتاعه الشاورما. عند الطاسه بتاعتنا اللي معانا من شويه، بحط عليها شويه بهريس كده. الله، دول ايه بقى؟ هم دول الحكايه، هم دول الحدوته اللي بنحكي عنها. هو ده التشريبه بتاعه العيش بتاع الفته اللي هو هناخده هنا كده، اللهم صل على النبي. وعندنا العيش متحمص جاهز. الله، حلو الكلام لغايه كده زي الفل. تعالوا نعمل الصلصه بتاعه الزبادي مع الطحينه. معانا زبادي، ومعانا طحينه، ومعانا دبس الرمان، ومعانا توم، وعصير ليمون، وزيت زيتون. بالمضرب بتاعنا هنعملها سريعا، ولكن مهم جدا في البدايه الملح، خلي بالك منه لانك انت متبله الفراخ، فما تحطيش ملح كتير. ادي الزبادي معانا اهو، بتجيب العرض اللي هم 6 علب تقريبا على قد الكميه اللي معانا دي كده. بنحط على الزبادي ده شويه طحينه، تقريبا ال6 علب زبادي بياخدوا نص كوب من الطحينه اهو بالشكل ده كده. ما تحطيش طحينه كتير عشان ما يبقاش الزبادي طعم طحينه. عندنا الزبادي، عندنا الطحينه، عندنا النعناع اليابس، لان هنحط توم، واحنا كلنا عارفين التوم مع الفته ريحته مش لطيفه، فبنحط النعناع اليابس، معلقه دبس الرمان. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ونقلب دول كده. الله، مش عايز اشوف غير لون الزبادي. مش هينفع دي نقلب بيها، لازم مضرب عشان يبقى فيه انسجام لكل المقادير. اللهم صل على النبي. زبادي، طحينه، دبس الرمان، توم، عصير ليمون، زيت زيتون، توابلنا، شويه ملح، شويه فلفل. ما تكتريش الملح يا اختي، لان الفراخ هنا متبله واخده حقها من التتبيله. حلو الكلام؟ طيب
كده الزبادي جاهز والفراخ جاهزه في الفرن والعيش جاهز. حلو قوي. نخش على طبق الفته اللي مخرجنا عايز يتفرج عليه. نشيل كل حاجه من هنا ونوسع للفته. طبعا طبق الفته ده هو الاساسي طبعا. نعم يا غالي. لا المشمش لسه ما جاش وقته. المشمش عند الفكهاني. هنخليه زي ما هو كده. واخد الفته احطها هنا. اللهم صل على النبي. الصلصه بتاعتي جاهزه اهي. فاكرين شويه الصلصه دول؟ نبص عليهم كده، نبص عليهم كده ونملي عينينا. هو ده اهو. اللهم صل على النبي. خلص الفته بتاعتي. شكلها لطيف وجميل. مهم جدا على فكره انك تركزي في الحاجه اللي هي عصب الطعم. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني اللي بياكل فته دايما بيستطعم العيش. الشيف شويه العيش دول شاربين ايه؟ شوربه. عشان كده بنهتم بالشوربه بتاعت الفته، ايا بقى نوع الفته. فته ملوخيه بالجمبري بيهتم بالشوربه بتاعت العيش. ناخد روس الجمبري مع عشر الجمبري نغليه ونقوم نشرب بيه العيش. فته كوارع بيهتم بالشوربه بتاعت الكوارع كويس علشان هي اللي هتغذي العيش. فته لحمه راس وهكذا. السرفيز زي ما هو كده. الله. عندنا الدجاج بتاعنا طلعناه من الفرن واخد التحميره. بص عليه كده. ايه الحلاوه دي؟ شوف الحلاوه دي. دي فراخ متحمصه ومعاها شويه صوص جامدين جدا. الصوص ده كده انا عايزه. وعملنا حفله على طبق فته. ده الفراخ اهو في قلب العيش. خلي دول كده على جنب. ناخد الخلطه بتاعت اللي هو الزبادي مع التوميه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده يا عم الشيخ؟ دي طحينه مع زبادي مع دبس الرمان. ودايما سيبي في الاطراف العيش عشان تتعرف ان دي ايه؟ فته بالزبادي والطحينه. نعم نعم يا حبيبي نعم. بيقول لي مش هنحط ايه؟ رز. ما انت واخد على الفته يبقى فيها رز ورز مصري. معاك حق. الفته دي انتوا عارفين الاستاذه رحاب بتقول ايه؟ بتقول لو شويه صنوبر. 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 رد عليك الاستاذ شفيق. ايوه دورت عليه الصبح لو لقيته كنت جبته بصراحه. ما لقيتوش. كان جاي على بالي احط. جبت قلت في المشتريات هتقولي نص كيلو صنوبر. قال لي والله يا شيف الراجل بتاع الصنوبر لسه قافل. خواجه بيفتح بعد صلاه الظهر. احنا كده خلصنا. ما بقدرش اكذب والله العظيم. والله العظيم ما بقدر اكذب. انا بهزر على فكره. انا ما فكرتش في الصنوبر اساسا يعني. اتعودتوا على كده من الشيف الموازي. وده اللي حضراتكم بتحبوه فيا. الفته كده خالصه وزي الفل. لان الصنوبر غالي. يعني ايه يعني ايه الكيلو ب 3000 ونص يعني؟ مش فاهم انا. ادي النعناع ده في قلبيها. نعم سؤال جميل جدا. والله السؤال ده يستاهل هدي لك الباستا فلورا. قال لي ايه البديل له؟ بديل له شويه لوز مبشورين، شويه فول سوداني متحمصين، شويه فستق زي الفل. ده البديل. يعني النهارده السفره بتاعتنا سفره شهيه حضراتكم تستحقونها لان بنسمع منكم كلام حلو وتعليقات حلوه على السوشيال ميديا. وانا بشكر كل فريق السوشيال ميديا وكل اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. رؤيا فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.